ده ماكس بلانك، شاب وسيم في عز شبابه، الحماس عنده كسر بابه، وكان حابب انه يتخصص في الفيزياء. في لحظه من لحظات الحماس سال المدرس بتاعه وقال له: هي الفيزياء ناقصها ايه عشان اشتغل عليه واجيب اخر فيه واوصل للعالميه بيه؟ الاستاذ قال له: اهدى شويه يا ماكس، خليك ريلاكس، ده كل حاجه في الفيزياء خلاص اكتشفناها، والمتبقي شويه ثقوب وهنملاها. فبلانك ما عجبوش الكلام، قال له: ثقوب يا مستر، الثقوب علامه الرضا. معاكم محمد رضا. لما بلانك سمع الكلمتين دول ما حطش لهم بال، وعمل ودن من طين وودن من عجين، ودرس اساسيات الفيزياء كويس جدا، ومن هنا عارف ان في مشاكل بتقابل المجتمع الفيزيائي في الوقت ده، وقدر يمسك طرف الخيط، وعارف ان في 3 مشاكل بالظبط موجودين: تفسير الاشعاع، الظاهره الكهروضوئيه، واستقرار الذرات. فبلانك ركز على الاشعاع ودرسه كويس جدا، وقدر يحل لغز غامض وقتها يعرف بكارثه الاشعه فوق بنفسجيه، واللغز ده كان بيدور حوالين دراسه تصرف الاشعاع اللي خارج من الاجسام.